البداية مجددا من المونديال ومن الليلة القاسية على شرق القارة الآسيوية، حيث أنهت البرازيل وكرواتيا أحلام كوريا الجنوبية واليابان بإقصائهما من كأس العالم وإنهاء أحلامهما عند الدور 16. البرازيل تلاعبت بدفاعات المنتخب الكوري وسحقته بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة استعراضية لنجوم السامبا. أما كرواتيا فاحتاجت لركلات الحظ من أجل التفوق على المنتخب الياباني العنيد لتنتهي رحلة المنتخبات الآسيوية في مونديال قطر 2022.